هاد مواقع التواصل قبل مدة سمعنا أن الصين تدعو مواطنيها إلى تخزين مواد غذائية استعدادا لحالة طوارئ لم تحددها، وأيضا دعت إلى تخزين سلع ضرورية. وقلنا هذا مجرد كلام وأن الصين يعني تتحدث هكذا تهريف بما لا تعرف. فيخرج علينا خبير أممي يحذر من مجاعة عالمية بسبب الحرب في أوكرانيا، ويحث على إنهاء العدوان الروسي، لأن الروس لا يعني لبقاو تا تغلبوا وخداو أوكرانيا غادي يزعم الصين تهجم على تايوان، وغتكون مشاكل كبيرة فيما يخص التغذية. يعني المجاعة ستكتسح العديد من البلدان ولا سيما الفقيرة. ثم مما زاد الطينة بلة هو تصريح مخيف من وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، أيضا دعت إلى تخزين الطعام والدواء، الطعام والدواء. ثم هذه الأيامات كتسمعوا بإفلاس لبنان وإفلاس مصرفه المركزي ومشاكل البطالة والتضخم. اليوم سمعنا بإفلاس سريلانكا وعندهم يوم واحد من النفط وتقطع، يعني تقطع في الكهرباء مدة ساعة في اليوم إلى ساعتين، والديون متراكمة وتضخم. أيضا مظاهرات في إيران بسبب الغلاء لعمة البلوى ديالو جميع المعمور. أيضا كنسمعوا أن بعض الدول تمنع تصدير المواد الغذائية والقمح والزيت وما شابه، مثلا أندونيسيا أكبر مصدر ديال زيت النخيل تمنع تصدير زيت النخيل، وهذا غادي يزيد من أثمنة الزيوت. مثلا كناخذ زيت المائده كل اسبوع كيتزاد درهم، كل اسبوع كيتزاد درهم في الليتر. الهند اللي كتصدر القمح ايضا يعني اوقفت تصدير القمح، يعني هناك مشاكل. حتى ان الزيت عندنا في المغرب قالوا انها تهرب الى الجزائر، ايضا تهرب الى اسبانيا. دولة مجاورة أصبحت تستورد الحمير، يعني كانت تستورد لحوم الأبقار فبدأت تستورد لحوم تستورد الحمير لتعويض، لأن لحوم الأبقار بالمقارنة مع الحمير أرخص بكثير. يعني هناك مشاكل. في هذا المقطع غادي نتكلموا على واحد الأكلة مغربية من التقاليد المغربية قديمة توارثوها الأجداد، يعني توارثت عبر أجيال ولها الكثير من الفوائد، مشهورة ومعروفة عند الكثيرين ولا سيما في شهر رمضان المبارك. هاد الأكلة هي هذه، ها هي كنسميوها الزميطة أو السفوف. الزميطة بالطاء أو الزميطة بالتاء. هنا عندنا واحد الملعقة من الخشب جيد، ملعقة من الفولاد الصلب أيضا جيد، ملعقة من البلاستيك من نوع خاص يعني دي صحي جيد. نستعمل الخشب أفضل لعل الصورة واضحة، عندها واحد رائحة طيبة شهية كتختلف على ذلك الكنغولي سلولة التقاوت لأنها زايدة الكثير من الأعشاب. إذن هاد الزميطة أو السفوف كما قلنا أكلة مغربية وانتشرت في مناطق أخرى، تتكون من الحبوب والأعشاب، وقلنا هي من التقاليد المغربية القديمة المتوارثة. وكان يعني كانوا المغاربة يعني كيوجدوها في رمضان وأيضا في غير رمضان. مثلا كان راعي الغنم كمثال كتكون عنده في واحد القراب زي الجلد كيحملها معاه كياكلها، يعني كانت تقيه من العطش والجوع. بعض التجار او العطارين اللي كانوا كيطوفوا القرى والمداشر في البوادي كانوا كيخوذوها معهم وكياكلوها، يعني وكانت تعطيهم الكثير من الفوائد. وحتى لهنا كانت تباع ولا زالت تباع في بعض المحلات المختصه، ولكن العمل ديالها كان في القديم كان عمل جماعي. يعني مثلا خدينا واحد القريه يتقاسمون هذا العمل، هذا كيجمع الحبوب يحمصها، هذا كيطحنها، هذا مكلف بالاعشاب، هذا مكلف بالفواكه الجافه، هذا مكلف بكذا، وهذا مكلف بالطحن في الراحه، كل واش كيدير.
ومنهم من كان يأخذها إلى المطحن عمل جماعي ثم تتقاسم الحصة يعني بشكل معقول. وهذه الزميطة مزيج من الأعشاب الطبيعية المفيدة والحبوب الجافة الغنية بالمعادن والفيتامينات. وهاد طريقة تهيئها تختلف من منطقة إلى أخرى، كي اللي زيدة عنده شي حاجة وناقصة أشياء، منطقة أخرى زيدة أشياء وناقصة أشياء. وحنا غادي نتكلم على المكونات اللي معروفة، اللي معروف أن اللوز موجود وحاضر بقوة. اللوز، بذور القرع، ديك الزريعة تاع القرعة، من بعدهم اللي في التحميص، من بعدهم على داك الملح. راه تكلمنا على اضرار الملح، لا داعي لاضافه الملح على البذور عند التحميص. القمح موجود، النعناع ولا سيما داك اللي كيتسمى العبدي، النعناع العبدي وتيميجا. ايضا ايلان او الدخن، السمسم او جلجلان، الذره، الحمص المجفف، وبعض عيدان القرفه اللي عنده مع القرفه حتى هو كيديرها. الشعير موجود حاضر بقوه في هاد الزميطة. أيضا عندنا النافع البلدي واليانسون، وكاين اللي كيضيف المسكة الحرة. أيضا موجود وحاضر بالقوة العدس والحمص، وهناك من يضيف القرنفل وزيد المزيد دي. اللي عنده عطاه الله من فضله المال موجود، راه غادي يدير عجيب. واللي ما عندوش الفلوس كلامه مسوس كما كيقول. الله يسهل الجميع. أي أيضا كي اللي كي يضيف لها اللويزة المجففة، وبذور بعض الفواكه مثل بذور البطيخ والشمام. وحنا الآن في الصيف والحرارة، شو العرق يعني الحرارة، وهذا البطيخ موجود كنقولوا ليه حنا الدلاع، وكي اللي كيقول ليه الشمام. وحنا كناكلوا البطيخ اللي معروف السويله وكذا، أو داك الشمام، وكنرميو بديك البذور ديالو. هي راه كنز صحي، فيها فوائد كثيرة جدا. مثلا داك اللي كنقول ليه السويله، خذوا ديك الزريعة ديالها، جمعها بواحد الملعقة وديرها في الخلاط الكهربائي، كب عليها الماء وخلط، أو خلط طحنها وصفيها في شي مصفات، راه تحصل على واحد الحليب صحي الأجداد ديالنا استعملوه من القديم. واشرب، الناس اللي عندهم الحساسية ديال حليب البقر يشربوا هاد الحليب ديال هاد الزريعة ديال البطيخ. والناس اللي كياكلوا الدلاح اللي هو الشمام ويرموا بديك الزريعة، راه رموا واحد الكنز صحي رموا. غير هو ديما كنقولوا لا إفراط ولا تفريط، لك الترتيب من ديك البذور راه غتجيب لك الغثيان والإسهال وبعض المشاكل. فلا الدين ديالنا لا ضرر ولا ضرار. أيضا هنا موجود بذور الكتان، زريعة الكتان، أيضا الزعتر. أما طريقة التحضير فالزميطة على حسب كل منطقة. علاش كنتكلموا على هاد الزميطة؟ لأن كما قلنا في البداية، هاد الدولة تدعو إلى تخزين الطعام. هاد الدولة إحنا راه عندنا الثقافة ديال التخزين من أيامات بيت الخزين اللي تكلمنا عليه. رجعوا لذاك المقطع السابق ديال بيت الخزين اللي كان عند الجدات، فيه السمن والعسل وحتى البيض البلدي، فيه التمر، فيه الفواكه الجافة، فيه زيت الزيتون، فيه الزبيب، فيه السكر، فيه أشياء كثيرة اللي كانوا الجدات كيخزنوها في بيت الخزين. رجعوا ليها غتستافدوا أكثر. هنا أيضا كاينة توابل، غير هو داك التوابل عافاكم، نشريوها، نشريو الجودة، نتحراو الجودة ونقي على يدينا. ما تيقش لك العطار تقول ليه أعبر مثلا الكامون أدير مثال، لا، قلب بيدك وازيل الحصى ونشوف الجوده كي دايره. حاجه لك القديمه راه باينه، كتلقى فيها داك الحتحت ولا كتلقى فيها حشرات. اذا الجوده والنظافه ونقي التوابل من الحصى والشوائب، ربما زيد فيها اشياء لا علاقه بداك التوابل اللي تشري اللي شريتها، مع تحميص التوابل مع الاعشاب جيدا وعلى نار هادئه. اجداد ديالنا راه طيبوا غير الحطب، وعلى داك اللي كنقولوا ليه حنا لوكيد، يعني الروض تاع البهائم كانت نار هادئه، وليس الان يعني قنينه الغاز وكتزيد فيها او الكهرباء وديك الكوكوط مينوت والصفاره كدور ديك العجله من الشيطان. ما كاينش شي فائده، لان اي حاجه كطيب على مراحل،
اما ديك كوكوط مينيتر ما كديرش مراحل، يعني كلشي كيطيب بديك الصفاره اللي كدور. ومن الافضل في هاد الزميطه التوابل لا يجب طحنها حتى لا تفقد طعمها ونكهتها الخاصه. نترك هاد الزميطه في مكان جاف، ديما نبتعدوا على الاماكن الرطبه بعيد عن الرطوبه، ونوضعها في واحد الاناء زجاجي، وعند استهلاكها نقوم بخلطها مع الماء او العسل الطبيعي او مع حليب البقر الطبيعي. هذا هو العسل، هذا عسل مستورد ولكن راه مزيان، لان العسل هنا عندنا راه فاحش الثمن، راه الحق حتى 500 درهم الكيلو، يعني راه غالي. المستورد راه كتلقى مثلا حتى 100 درهم ومزيان. المهم حنا نتوكل على الله، راه كتبوا فيه النحل الطبيعي توكل على الله، هذا الزمان توكل على الله. لا جيتي تحقق حماق، لا جيتي تحقق ما تاكل والو، لا تبعتي شي وحدين غادي تلوح الثلاجه وغادي تلوح الفران وما غادي تاكل والو، غادي وداك الشيء ما كيكونش ما بين عشيه وضحاها. الا بغيتي تدوز من واحد النمط غذائي نمط غذائي بالتدرج، اما لا شاهدتي فلان وحيدتي الثلاجه وحيدتي غادي تمرض. داك الشيء كيكون بالتدريج. مثلا هذه قنينه عسل 20 درهما، الناس اللي ما كيفهموش الدرهم تقريبا 10 دراهم هي اورو واحد تقريبا. حتى بغي ناكل هذا الخير نخلط بالعسل او نوضعها على شكل كرات او على شكل اصابع، ويمكن لي قبل الاكل نزين بواحد اللوز او السمسم، هو فيه اللوز والسمسم مزين به، ولكن انتبهوا واش انا غناكل هذا التبصيل كله، لا خطير هذا الشيء. هذا رايك في عشرات اناس او اكثر، يعني ثلاثه ملاعق او ملعقتين كبيرتين، هذا راه عشرات اناس هنا تقريبا، هذا لا بد من التنبيه. هاد الزميطه الخبراء ديال امريكا قالوا انها تعالج الكثير من الامراض المتعلقه. كاين اللي كتقول ليه ديالنا جداتي ما يبغيش، ولكن غادي يسمع خبير امريكي او منظمه الصحه العالميه كيقول ايه نعم ويمسط. اذا اش قالوا على الخبراء ديال الصحه في امريكا؟ انها تعالج، يعني الزميطه تعالج الكثير من الامراض المتعلقه بالشيخوخه. الناس كتكبر والامراض ديك الانتهازيه كتزال، فهاد الزميطه مزيانه الامراض المتعلقه بالشيخوخه، لان هاد الزميطه تحتوي على مواد مضاده، يعني تحتوي مضادات الاكسده اللي تكلمنا عليها في كم من مقطع. هاد مضادات الاكسده اللي كتحارب الجذور الحره اللي كتخلي الانسان يشرف ويخرج منه الشيب، يشرف ويتلف ويهرف ويعيا ويمرض. وهضرنا على ذاك الجذور الحره، تكلمنا عليها، عندها علاقه بين المحيط اللي انت عايش فيه، بداك الشيء اللي كتشم، ولا عايشه في مواد تنظيف كدير الجذور الحره. يعني ربما الانسان كيدخن، كيشرب الخمر، كيلعب الشرياده، الماكله ديالو غير طبيعيه، كيعتمد على المعلبات والمصبرات وديك الاكلات السريعه والمقليه. رجعوا لواحد المقطع في فوائد كثيره. خبراء ديال امريكا كيقولوا ان الزميطه تحتوي على الزرق، ولا غتحتوي الزرق ما دام فيها فواكه جافه، كتحتوي وفيها اعشاب جافه مفيده. هذيك تيميجه راه خير كثير، تيميجه هي النعناع البري. فهاد الزميطه تحتوي على الزنك بنسبه عاليه جدا، وقلنا الزنك يعني له دور فعال في تقويه وتنشيط جهاز المناعه. الناس اللي عندهم المناعه قليله ياكلوا الزميطه، كتحتوي على الزنك. والزميطه تحتوي على الكثير من المعادن وفيها الفيتامينات، مثل وفيها ايضا معادن مهمه، فيها النحاس الحديد، وهاد يعني النحاس الحديد يعتبران من اهم العناصر التي تساهم في التغلب على امراض الدم مثل الانيميا، فقر الدم، مشاكل ديال الدم. وكما سمعتوا بان هذه الزميطه هذه هي كتحتوي حبوب كامله تساعد في الحفاظ على صحه الجسم، ولا سيما العظام، فهي تقوي العظام لانها تحتوي الكالسيوم. فيما تسمعوا العظام الكالسيوم، فيها ايضا الفوسفور كما قلنا، فيها النحاس،
فيها الحديد، وهذه المعادن لها دور فعال في تكوين وبناء خلايا العظام. وهذا الزميطه راه فوائد كثيره جدا يا اخوان. هذا راه موروث ديالنا، راه غادي نفرطوا فيه، غادي يجيو دوك اللي كتعرفوه وياخذوه ويقول لك الزميطه وينسبوها. راه كاينه واحد السرقه كبيره ديال التراث المغربي. التراث المغربي كيتسرق، لا الكسكس ولا الرفيسه ولا الطاجين، وسرقوا حتى داك الكسكاس، حتى الكسكاس سرقوا وجابوا لنا داك الكسكاس ديال كوكوت مينوت. ردوا البال، وخاص وزاره الثقافه ترد البال لهذ القضيه ويديروا شي ميزانيه، راه هاد الناس راه والله المستعان. هاد الزميطه فيها الكثير من الاعشاب مفيده في علاج اضطرابات ومشاكل الجهاز الهضمي، لانها كتحتوي القمح والشعير. وفي واحد المقطع سابق تكلمنا على الشعير، وتكلمنا على ديك سايكوك اللي فيه الشعير ولا بان البقار، داك الشعير ديك البلبوله ديال الشعير فوره، وقلنا ان السايكوك وجبه كامله، ولكن يكون اللبان ديال البقره اللي كتاكل اعشاب طبيعيه. وملي كنقولوا وجبه كامله يعني تكونوا في الصباح، كلوا في العشيه، كلوا في اي وقت وتعيش به، والاجداد ديالنا راه عاشوا به. فيها القمح والشعير اللي كتنشط العصاره الهاضمه، وهذا يقي الانسان من الامساك وعسر الهضم. وتكلمنا على الامساك اللي كيظهر بقوه في رمضان والمشاكل ديالو، تكلمنا عليها في مقطع سابق، وخاص الانسان يستهلك الفواكه ويشرب الماء ويلعب الرياضه والكثير، ويستهلك الاشياء اللي فيها ما هو مفيد، ولا سيما الالياف. الالياف مزيانه للناس مرضى السكري ومزيانه للجهاز الهضمي. ايضا هاد الزميطاره تخلص الجسم من الكوليسترول الضار، وكتخلصوا من الامراض الخطيره مثل الجلطه وانسداد الشرايين في القلب. ايضا الحبوب الموجوده في هذه الزميطه لها دور كبير في طرد الدهون الثلاثيه، خطيره هذه الدهون الثلاثيه اللي كتراكم في الجسم ديال الانسان. يعني سمنه غريبه عجيبه، كتلقى واحد السمنه شاده، كتلقى واحد الكثافه ديال الدهون في واحد المنطقه ولا توجد في منطقه اخرى، كما الانسان غادي كما كنقولوا كي الشحوم فيه كتلعب. ايضا كتحتوي الالياف هذه الوجبه، هذه الزميطه، وهذه الالياف قلنا تجعلك تشعر بالشبع، وبالتالي فهي مفيده لمن يريد التخسيس، يعني لمن يريد انقاص الوزن. والزميطه بالنسبه للمرضى السكري ياكلوها، لانها تحافظ على مستوى السكر الطبيعي في الجسم، ولا داعي لاضافه السكر، راه فيها السكر، الفواكه فيها جميع الشيء اللي دخل هنايا، فواكه جافه وحبوب اشياء ذكرناها، راه لا داعي لاضافه السكر. نضيف القليل من الملح وكله كيبقى الذوق ديالو. بالنسبه لهذا الوقت اللي حنا فيه الان، دخل الدلاع والتمر راه غادي كينزل في هذا ماي حتى ليونيو حتى ليوليوز، موجوده الدلاع اللي كنسميوه الشمام البطيخ الاحمر، راه ديك الزريعه ديالو مفيده. جمعوها وغسلوها وحمصوها في الفرن، راه مفيده، راه تحتوي ايضا على مضادات الاكسده، وفيها ماده المغنيسيوم اللي مزيانه وجيده للدوره الدمويه، والمغنيسيوم كيضبط ضغط الدم وكيقوي المناعه، كتبع فيتامينات ديال المغنيسيوم. ها هي زريعه او بذور الشمام، يعني ببلاش كما كيقولوا بالمجان. راه من الانسان كيشري الدلاع وكيرمي بديك البذور، وهي مزيانه ويعني وتقي الرجال وتحمي الرجال من العقم، يعني فاكل الشمام مناسبه بالنسبة للرجال، لأن بذور الشمام تقي من العقم. بذور الشمام تعزز صحة الجهاز الهضمي. بذور الشمام يعني كنقولوا الشمام والدلاع بالمغربية، البطيخ الأحمر يحمي الشعر، مفيد للشعر، للمعان الشعر، لصحة الشعر. أيضا واحد القضية، ناخذ البذور ديال الدلاع ونوضعها في واحد الإناء صغير ديال الماء واحد يومين مثلا، غادي يطيح تنبت أو ما يسمى ببراعم بذور البطيخ، غادي تنبت، غادي تنبت، تخرج ديك النبتة ديالها، مفيدة جدا
مثلا ملي نهيئوا السلطه اللي كنقولوا حنا شلاضه، نضيفوا ليها هاد البراعم او هاد البراعم ديال بذور البطيخ. الله اكبر. مرة أخرى إذا نعود إلى هذه الزميطة مغربية تقاليد متوارثة. أبن عنجد، وإحنا الآن في فصل الصيف، يعني كان صائح الإنسان يكثر من شرب الماء. ملي تشرب الماء تكون جالس، من الأفضل جلس وشرب الماء. كتاكل اجلس، ما تاكلش واقف. إحنا كنهضرو على طرق صحية، الإنسان يلعب الرياضة، لعبوا الرياضة، شربوا الماء باش يخرج منك العرق. واحد السيد كان سول، قال لك أودي تكلمتي في المقطع على الحلبة فيها فوائد كثيرة جدا، وقال لك كناكل الحلبة، منقوع الحلبة، يتكال الحلبة والماء وتشرب الماء ديالها، قال لك يخرج لي هذاك العرق من الإبط ديالو. يا ودي كون كنتي تلعب الرياضة غادي يخرج العرق، وشرب الماء مزيان ولعب الرياضة، والمهم شرب الماء مزيان غادي يخرج مع العرق، ما يخرجش مع الإبط. الان راه كاينه فواكه ديال الصيف بكثره، فالتحرى والجوده والانسان النظافه. شي الا نظفتي هاد اليدين هادو، الا نظفتي هاد اليدين مزيان بالماء والصابون، راه 50% ديال الامراض تجاوزتيها وبعدت عليك. هنا راه كتلمس واحد الحاجه كتاخد، سلم على واحد الواحد كتاخد، مسيتي صنبور تاخد، راه فين ما مسيتي راه الفيروس البكتيريا في هاد الزمان اللي حنا عايشين فيه، والمناعة طايحة، المناعة في الحاضر. فالنظافة، حيدوا عليا من دوك كيطيبوا دايرين ديك القفازات، لا، النظافة يا النظافة. أيضا كتكثر هاد الحشرات وعلى رأسها ذباب المنزل، الذباب المنزلي، هذاك الذباب المنزلي خطير، راه يحمل أكثر من 100، كينقل أكثر من 100 مرض، خطير، يعني خطير، أمراض خطيرة. منها هذاك السل اللي هو مرض الرئه خطير قاتل، وايضا الكوليرا اللي كتنتقل بالماء الملوث. فردوا البال مع الذباب في هذا الصيف ونقضيو عليه. هناك عده طرق للقضاء عليه، وهو يعني يهرب من التهويه، حاول تكون التهويه، فهو ينفر من التهويه. والنظافه، ونغسل ننظف المائده، ننظف المائده من بقايا الطعام والفتات، لا اترك له ما يقتات عليه، يعني الاطعمه نجمعها، والاماكن اللي كنرمي فيها الفضلات تكون مغلقه، ولا نستعمل ديك مصياده الذباب، يعني واحد الاناء زجاجي ندير فيه السكر والخل، واحد القليل من داك اللي كيتسمى منظف الاواني، واحد القليل راه هو كيتجذب، يعني لا يصبر على السكر والخل، فكيتجذب ويسقط في داك المصياده ثم يموت. هذه مصياده قاتله ولا تطرده. او التبخير ببعض الاعشاب اللي ذكرناها في مقطع سابق، كنبخروا بالاعشاب مثلا الاوكاليبتوس او بالخزامه او يعني كاين الكثير، فهي تطرد هاد الذباب. وعند التبخير افتح النوافذ حتى يخرج ذاك البخار، لان الناس عندهم واحد المفهوم خاطئ كيغلق النوافذ، لا، بخر وخلي ذاك ديال البخور يخرج برا. اذا احنا هذا راه الصيف، وتكلمنا على هاد السفوف او هاد الزميطه، مفيده جدا، جربوها، فوائد كثيره جدا لا نكثر منها، يعني قلنا واحد القليل، مثلا واحد ثلاثه الملاعق خشبيه هكذا، وراها كتصبر الى عطيتيها حقها في القوام، وكانت واحد تمهل، وكانت يعني واحد ظروف ملائمه، لربما يعني ومكان ديال الحفظ مكان جاف ومناسب، راه التخزين ديالها قد يدوم الى 6 اشهر. وتكلمنا على اشياء اللي كتلحق المده ديالها كثيره جدا، مثل هذاك القديد اللي كنديرو في العيد، يقدر العيد الاضحى وعيد الاضحى والقديد باقي عندك، هذا في القديم. نرجعوا للثقافه ديال القديد، تكلمنا عليها في مقطع سابق. اما ذاك الاشياء مثلا السمن الحار كيبقى يبقى حتى
يعني انا عندي واحد السمن كتبت لي التاريخ الان عليه اكثر من 10 سنوات. العسل ايضا كيبقى واحد المده، الا زيت الزيتون احذروا منه. زيت الزيتون يعني يخزن في مكان مظلم، كيبغي المكان المظلم، ومن الافضل في قنينه زجاج او في ديال الطين، بعدوا على ذاك البلاستيك. تكلمنا عليه في مقاطع سابقه، لانه كيتاثر بالحراره وباشعه الشمس، ويعني اذا تاثر بالشمس يعني يصبح زنخ الزيت اللي كي يعني خطير وسام. وهذه وقعت لواحد السيد كان بغى يشري شي زيت الزيتون مع واحد التاجر، وعطاهم يذوقوا، وكان حاط داك الزيت في الشمس، الشمس ضارب عليه اشعه ديال الشمس يعني، وكالوه مرضوا. يعني السيد قال لي احنا كاع دوك اللي ذقنا مرضنا، جينا نشوفوا قال لك لقيناه كان واضعوا في الشمس. فزيت الزيتون نبعدوا على الشمس، نبعدوا على الاشعه، من الافضل يكون في الظلام. هذا بالنسبه لزيت الزيتون. شفت واحد السيد في عند المحل التجاري ديال بيع زيت الزيتون، قال لي اعطيني زيت الزيتون القديمه، عنده في الفكره يسحبوا السمن، وراه ماشي سمن، راه ماشي زعتر اللي كيحافظ على الحاجه، ولا راه كاين اللي عنده بعض الافكار. يعني زيت الزيتون لا، زيت الزيتون افضله هو زيت الزيتون اللي تعصر وتكافي في واحد الشهر او شهرين، وقد ما قدام قد ما الجوده ديالو كتنزل. وقلنا نخزنوه في مكان مظلم من بعيد عن اشعه